توقيع. وقالوا زاهر، ماني قدران انزل. والمصاري؟ خذهم من الجيبة. مو 350 معلم؟ ايه 350. تفضل. يلا بقى الزلمة واقف. شرف. الله يبارك لكم. ويبارك فيك. إن شاء الله تكون فاتحة خير. شكرا. إن شاء الله دائما نتعامل مع بعض. إن شاء الله. بالتوفيق معلم. هذا الزلمة نصاب. لا تشتري منه مرة تانية. بابا شو هاد؟ شيك خليل ليش معك؟ خليك فوق لا تنزل. ليش أخذت منه مصاري؟ أخذتهم من شان مصطفى. بدي رجعهم لمصطفى. قبل شوي سألتك عنهم، وطالما خليل عطاك المصاري ليش ما عطيته لمصطفى؟ بدي دوخه شوي بعدين بعطيه اياه. ايه منيح كتير، بس حاجته دوخان. رايح أعطيه شيك. مصطفى بدي شوفك، بدي شوفك بشي محل. ما بينحكى على التليفون، خليني شوفك ضروري. ولك شبك خليني شوفك بعدين بنحكي. تمام؟ تعال لحالك. طيب لا تجيب حدا معاك، أنا بعد شوي بشوفك وبنحكي. يلا هلا بدي اقول لك باي. اوف، نشكر الله. تقبل الله منا ومنك. كيف تقدري تقري هالخط الناعم؟ شو مكتوب بالجريدة اليوم؟ قولي لنا. ما عم اقرا اخبار تيتا، عم دور على شغل. عم تدوري على شغل؟ والله منيح. كل هالغنى تبع خليل لسه عم تدوري على شغل؟ بدي طالع مصروفي بتعبي، ما بدي اعتمد على حدا ابدا. عفاكي، الشغل بيقوي الشخصيه، ومهما طالعتي بتقولي هذا تعبي وشقي. انا حاجه امي، بكفي تكبري لها براسها. شفناكي الصبح لما الحسن قال لك دبري حالك بالمصاري. اشتغلي بنتي اشتغلي، ولا تحتاجي لا ابوكي ولا جوزك. خليل اتصلوا وقالوا لي ما وقعت على الاتفاقية. خليل اصحى بقى، أمورنا الشخصية ما دخلها بالشغل. خليل هذا مو بس شغلك. مرحبا. أما صرعتنا مصرياتك هدول هن لسه قلك عنا شي؟ لك هات شيك من خليل، ما ضل غيره يوفيني مصرياتي. خود مصرياتك وحل عني. تو يا خسارتي. شبك ليش ما صرفت وجبت لي مصاري؟ ولا قصد تفرجيني هالشيك من مين؟ مصطفى لا تعلني من مين مكانه. خدهم وحل مشكلتك. بدك يعني اخذهم وحل المشكله؟ القصه بس بالمصاري؟ بعد ما صرت مسخره العالم ورجولتي بعتها بفرنجين، كل هذا ببلاش؟ ها ليك ولا اللي صار معك صار معنا،
بقى خلينا ننهي المشكلة مثل العالم والناس. وانت قديش رح تدفع للمعلم عصمت لحتى يمحي بصماتك عن السلاح اللي عنده؟ ليك انت بتعرف هالعالم منيح يا زهر، دير بالك تغلط ولا غلطه. هدول حاطين خليل براسهم وعاملين عصابات، هنن الطرف القوي بكل القصه. عم تفهم علي يا زهر؟ لازم تعرف قبل بوقت اي طرف رح تختار يا زكي. ليك اذا بتغلط غلطه معهم وبتوقف مع خليل بتروح عليه، وقت ما حدا رح يفيدك بدو. خليك عاقل. يلا أمي قومي لنتعشى. ماني جوعانة. ليكي الله يخليكي لا تعملي لي مشكلة، إذا ما قعدتي على السفرة أبوكي بيزعل. يلا أمي. أمي والله ماني جوعانة. لا توقعيني بلسان أبوكي دخيلك، كلي لك لقمة لقمتين وبعدين قومي. يلا لا تزعليني. يلا أمي يلا يلا أمي. الله يرضى عليك. مساء الخير. أهلين، وينك يا بنات؟ بغرفتي. ليكي أخوك يوسف استلم شغله اليوم. ألف مبروك يوسف. تسلمي. واليوم صار عنا شغل. ها جارنا بيعرف إنه إجينا من برلين، وكيف عرف ما بعرف. زاهر بيكون قال له، مين في غيره؟ بده يشوف حاله. شفت؟ لهلأ ما أجا، لوين عم يروح؟ عنده شي شغلة. شبك انتي؟ ولا شي، كله تمام بابا.